أكدت السيدة رنا الأحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة السورية على الأهمية المتفردة لمعرض الصين الدولي للاستيراد وما يشكله من دعم صيني للصناعات الدولية. كل دول العالم عندما تقوم بتنظيم معرض تكون الغاية من معارضها هي الترويج لمنتجاتها، إنما معرض الصين الدولي للاستيراد لا يركز على الصادرات الصينية إلى دول العالم، وإنما يركز على ما يمكن أن يدخل إلى السوق الصينية، وعلينا استثمار هذه الفرصة بالمشاركة بالمنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية. فيما عبرت السيدة رنا الأحمد عن أهمية مشاركة سوريا في المعرض لتعزيز التعاون بين البلدين. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالسيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في افتتاح المعرض الدولي للاستيراد في الصين بدورته الخامسة أتى بناء على دعوة من وزارة التجارة الصينية. هي الدعوة كمان تأتي بإطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة السورية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. كما أشارت السيدة الأحمد إلى تنامي حجم المشاركة السورية في المعرض على مدى 5 دورات وتنوع المشاركات السورية خصوصا هذا العام. من المعروف بأنه معرض الصين الدولي للاستيراد يأتي في طليعة هذه المعارض، وهي المشاركة الخامسة لسوريا. شاركت سوريا أو الشركات السورية ب3 صالات كانت موزعة على 3 أنواع: صالة فيها منتجات غذائية أو صناعية غذائية أو حتى صناعية مثل المواد الغذائية، زيت الزيتون، صابون الغار، الزيوت العطرية، وصالة للمشغولات الحرفية سواء كانت معدنية أم خشبية. في حين أشادت المعاونة بوصول المنتجات السورية للمعرض الذي فتح لها باباً للدخول إلى الأسواق الصينية. كما هو معروف بأن الصين تصدر إلى كل دول العالم، وهي سوق كبيرة جدا إن كان في الاستيراد أم في التصدير، فالحديث عن دخول المنتجات السورية إلى هذه السوق قد يبدو للبعض بأنه صعب جدا، لكن حقيقة الأمر خلال الدورات الخمس للمعرض المنتجات السورية حظيت باستحسان المستهلك الصيني نظرا لما تتمتع به من جودة ومن مواصفات تلبي المقاييس. وفي نفس الوقت وجدت وزارة الاقتصاد السورية في المعرض فرصة مزدوجة للتصدير وللتعريف بالتطورات الاستثمارية في سوريا بغية جذب المستثمرين الصينيين إلى سوريا. تم التركيز من خلال هاي الصالة على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، هذا القانون يلي يعتبر من أهم القوانين التي صدرت بسوريا، وهو يضاهي أفضل القوانين الاستثمار في المنطقة، يتضمن الكثير من المحفزات والمزايا الجاذبة للاستثمار، وبالتالي كان لابد من تعريف المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بالمزايا التي يتضمنها هذا القانون. تجد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا بأن مشاركتها في معرض الاستيراد الدولي الصيني يعتبر فرصة مهمة لدعم الاقتصاد في سوريا، إضافة إلى ما يشكله من فتح أبواب الأسواق الصينية الأكبر عالميا أمام منتجات الشركات السورية المشاركة.